ليلة حديثنا مع الحسين، مع خيام الحسين، مع منحر الحسين. حديثنا الليلة هناك الروح، الليلة نريد نسلم عليه بسلام، سلمنا عليه بأول ليلة فقط، نريد نسلم على الحسين بهالليلة، هالليلة بهالسلام. سلام شلون يألم يجرح قلب صاحب العصر والزمان. مولانا عظم الله لك الأجر. الإمام الحجة يسلم على الأنبياء بأسمائهم، على الأئمة بأسمائهم، لكن إذا وصل إلى الحسين لا 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 يا أبو علي شلون يسلم عليه؟ بعد إذا موجودة دمعة إلى متى ندخرها؟ ما نستحي نبكي عليك يا أبو علي. يسلم على جدي الحسين عضوا عضوا، لكل عضو مصاب اسمع شي يقول. السلام على الشيب الخضيب. تحتاج خطيب انت الليله؟ والله بودي انزل اياك وابكي على ابو علي. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الجسد السليم. بعد السلام على الثغر المنقوض بالقضيب. انا اريد ابدا بمصيبه، هذه المصيبه شلون المت قلب صاحب العصر والزمان. السيد حيدر الحلي يقول سنويا انا عندي حوليه قصيدة على الحسين، يقول ما أراويها لا أولادي ولا زوجتي، أكتبها وين ألقيها عند الحسين. يقول خرجت عاما وإذا بإعرابي على جمال، هيئة هيئة رجل بادية. يقول التقى بي أنا ما أعرفه، قال السلام عليك يا سيد حيدر. قلت له وعليكم السلام. قال سيد إلقى علي القصيدة. قلت له يا حجي يا فلان أي قصيدة؟ أنا قصائد مالي كل قصائد بعربية فصحى وأنت هاتك بادية إعرابي. قال يا سيد إلقيها ولا تؤذيني، لا تجرح قلبي، إلقيها. يقول أخرجت القصيدة، يقول وبدأتها مات التصبر. هنيئا لك، هنيئا لك حبيبي. يا قلبي يا ابو علي. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. يقول وإذا أشوف ذاك الإعرابي يصفق بيد على الأخرى يقول مو بيدي. يقول حتى وصلت إلى هذا البيت ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف؟ يعني تجيك مصيبة أعظم من هذه تفتت قلبك سيدي. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيك
مصيبة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين مو كسرت طحنت طحن الضلوع يقول لما قلت حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه يقول وإذا بذلك الإعراب دموعة تنساب على خده يقول كفى كفى بس يا سيد بس يقول ما كأني أسمع أترى رضيعه بدم الوريد مخضب فطلب رضيعه يقول هنا ما تحمل سقط من على ظهر الناقة وغاب عني قلت آه سيدي يعني إذا مصيبة الرضيع أسقطت الإمام الحجة ما تسقط دمعتنا أبكي عليك يا أبو علي وبصرخ يا حسين يقول جاءت به زينب تقول لأبا عبد الله شوف طفلك يغمى عليه بموت اخذه يا ابو علي بنو أمية يقولون الحسين إذا حمل عادة يجي وهو على جواده السيف بيده يقول تلك اللحظة شفنا الحسين ماشي على قدميه وجاي بلا سيف وقد أخبى تحت ردائه شيئا يقول لما وصل إلى المعركة قلناش عند الحسين أخرج من تحت رداء طفل رضيع غارت عيناه يا نساء إن شاء الله ما عندكم أطفال فاقدين لما يصيح طفلكم مو تضمينه إلى صدرك تقول له يما اسكت يما غارت عيناه ذبل الشفاه وإيش أقر عليه يقول أنا أبكي لأني قاعد أتصور هالموقف يقول الراوي فرفع الحسين ذلك الطفل بيديه نبئوني أأنا المذنب حاشاك أبو علي أم هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع اختلف القوم بين باك بين ساكت بين من يقول اسقوه وإذا بابن سعد يا حرملايا اقطع نزاع القوم عفي على قلبك يا أبو علي عفي على قلبك المختار يقول هذا لما شفت حرملة قلت له أنت ماذا فعلت ايش سويت بقلب الحسين قال أنا أعطوني سبع سهام أخطأت في أربع وأصبت ثلاث قال له وين أصبتم الثلاث قال له السهم الأول أصبت به عين أبي الفضل العباس
قال له سود الله وجهك يا لعين، والثاني قال له الثاني أصبت به رقبة عبد الله الرضيع. طفى الأنوار، أفضل طفوا هذه الأنوار يا أخوان. يقول أصبت به عبد الله الرضيع عندما اختلف القوم. ابن سعد قال يا حرمل اقطع نزاع القوم، قال أسقيه، قال لا وجه له سهما. يقول قمت أفتش وين أوجه السهم، هبت ريح كشفت عن عنقايا، إذا بها إبريق فضة، وجهت السهم إليه. المختار يقول له ما أثر بيك، أي سهم أثر بيك؟ قال له سهم عبد الله، سهم عبد الله. قال له ليش؟ قال له من حرارة الضربة طلع يدي وحضن أبوه. كأنه يقول له أبويا ما شربت الماء يا أبويا. وين يودي أبو علي؟ وين يودي هالطفل؟ وقف محتار، الله على حيرة كعبة. خلى الطفل خلف ردائه بعد أن رمى بدمه إلى السماء. تلقى حسين دم الطفل بيده إش حال اللي يجتلب حضنه أولاده. زينب الرباب سكينة واقفات على باب الخيمة، يشوفون موقف من الحسين. باصور إليك الحسين يمشي خطوات ويرجع في حيرة من أمره. تروح زينب، تروح الرباب، لا رسلوا إلي مدللة العزيزة سكينة، شوفي أبوك الحسين كأنه في حيرة من أمره، يمشي خطوات ويرجع. جاءت سكينة قالت لأبي أخذت أخي باكيا وأرجعته ساكتا شرب ماي. صيح بويا سقيت خيي وجيتني بفاضل بالعجل برد غليلي من الظما ذاك خان بيدهريش بيدي على الذي روي ضماي جذب حسرة وحط أخوها بين يديها ومددها. لكن أقول لك شلون مددها، كان الطفل تحت الرداء كشف عن الرداء، وإذا تشوف أخوها والسهم في رقبته قالت يا أبويا يا أبويا هالطفل عني لغطي ما أقدر ما أقدر أشوف. يا ابويا هالطفل عني دغطي مالي قلب يا حسين اصد لي. اي والله اصد لي اشوف ذبيح ومد رجلي. ذنب الطفل شنه اللي مسوي؟ نادى زينب، اه يا زينب
يا ابو علي. قال زينب تعالي يا زينب تعالي، قتلوا ولدوه. لكن ها ديروا بالكم على الام، لا تشوف ولدها ملاحظين، لان لما ام عندها عزيز على قلبها وتفقدها يمسكوها النساء لولا. الحسين يقول ديروا بالكم على الام لا تشوف ولدها. وراح الحسين وين؟ خلف الخيمه حتى يدفن عبد الله ويا زينب بقماطه الملطخ بالدماء. أراد أن يدفنها وإذا بالأم انفلتت من بين النساء، قالت لا 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 أبا عبد الله لا تدفنه، خلني ألقي عليه نظرة وداع. وأخذت عبد الله وتربعت وتتصور حي، قل له لو 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 تقول لي يا ابن الخاطر امك نام يا ولدي، يا ابن الخاطر امك نام يا ولدي، ترى مني تريد صبح مو بيدي، واكثر من وريدك يا بسوريدي. تنادي العدها العدها ولا تعلم بحالي، وتدري بالرضيع شلون غالي. ذكرني سهر ذيك الليالي 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 يا يمه. واخذت عبد الله وقامت تقلبه على حضنها. وين شمته؟ شمت ثيابه. نادي على الثياب عبد الله حبيبي وين ودي ثياب عبد الله حبيبي ما اقدر ارمي. تقول لي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا عبد الله. قلت لا ياك هيدونا ما قلت يا ابننا يا ابنا مطول ليا بيه من اتسلل فقدتك يا بن لما عندي ولد غيرك واقول ان والد احسن. اسمح البيت تقول له ساعه رضاعك يا ثمر قلبي. قلت ليك لا تخمش بصدري ولا ترفس برجليك، ما قلت لك دهدأ وحتى النفس ما بي متردد الأنفاس. روحك يا الولد وين وين؟ وراح عبد الله دفن الحسين. حرمل السهم الثالث، ما نسينا السهم الثالث. حرمل السهم الثالث وين وين يا الله؟ أريد أحرق قلبك وقلبي، لأن الإمام يقول استبكوا استبكوا هالليلة. وين يا حرملة؟ قال في قلب الحسين. وينك يا زهراء؟ وينك يا فاطمة؟ وينك عن الريحانة؟ وينك عن أبو علي داست عليه الخيل؟
وهذا اللي أرعب قلب زينب، هذا اللي خوف زينب هالليلة، ولذا تمنت الليلة الطول هالليلة. تقول لي يا ليل إن كانك تقدر، يا ليل إن كانك تقدر طول يا ظلام الليل. ليش قالت أخبرك عمر أخوي حسين باقي الليلة ويانا باش رايح أبو علي. هذا الساعة في قلب الحسين هو الذي جرح قلب زينب. شوية أريدك تشاركني، أنا فقط أريد هيئك إلى يوم الغد، ما أريد أطيل وياك. هذا السهم الذي أرعب قلب زينب عندما نظرت إلى الحسين على واهجة الرمضة وهو يخاطبها، لكن من وين من منحرة يقولها قومي يا أختي وعايني جسمي على الرمضة رمية صدرك يا محمد وانت تبجي. قومي يا اختي قومي يا اختي وعايني جسمي على الرمضة رمية. قومي يا اختي عايني صدري مرضى بالجياد الأعوجية. يا حسين يا حسين يا حسين يا اختي لا تلومين روحي، ما تلومك يا بعل ما تلومك زينا. يا اختي لا تلومين روحي يا اختي لا تلومين قلبي. يا قلبي من سهم المثلث اللي نزف دمي ومزع قلبي اقولها والشمور يا اختي ذبحني. الشمر يا اختي ذبحني وحزي نحري وانت تدري ايش عندك يا ابو علي. قولي للعباس يجيني وين بعاني ابو علي وين. قولي للعباس يجيني قولي لا يعالج لي صدري. قولي لا يا أخوي طاحت طيحتك وانقطع صبري. قولي لا أونت سكنة ما تريد الماي بس ارجع يا دخري. بعد يا ابو علي ايش عندك من وصية؟ قولي رجعتي للمدينة سلمي يا اختي على اهلي سلمي على امي الزهراء. قولي لها خابي يا يما دهري قولي لها مات عبد الله على صدري. قولي لها خابي يا يما دهري قولي لها مات عبد الله على صدري بالسهم حز وريده وبعد نحره حز نحري. حسين
حسين يا حسين تصور بالعطش لحسين أبيات الدعاء تصور بالعطش لحسين تصور بالشمس لحسين نايم عالترب خده يقلهم أمي الزهراء ناديهم باسم جده وجينا سهمي المثنى اخاف على قلبي زينب وجينا سهمي المثنى ويوقع على وسط شبده وعلى وجه دماه السيل ومن دموم متفجرة أبا وديك إلى مكان ما موجود بي إلا الحسين بنفسه قام يفحص برجله يجود بنفسه وتالي روح للمنحار انت ايها الزعل وتالي روح للمنحار وصب دموع حماله واذكر مهجة المختار يعالج موتته بحاله المعذرة اليك يا صاحب الامر جرحنا قلبك الليلة لكن شو نسوي وفوق الترب ظل مطروح وداس الشمر بنعاله والله ماسك شيبة بإيده أدري ما تقدر أدري ما تقدر لكن بلسم على قلبي فاطمة بلسم على قلبي علي على قلبي رسول الله آه اللي وجدك يا زينب وتالي من ضريح حسين اطلع وانطمع للراس وتالي روح يا الزاير واقصد مشهد العباس وقل لي القمر تدري والله ما يحتاج اوصف لك الابيات توصف وقل لي يا القمر تدري أخيك بالخيول ندور بس خلاص ما أقول خلاص يا بعد شعنا أبو علي لكن عاد لا تجرح لكن عاد يا الزاير لا تجرح قمر عدنا لا تحكي لعن زينب لا تحكي لعن زينب ضربوها بني سفيان
تدري بالعزيز علي زينب تدخل الديوان مسبية بحلق أخبار يبكي يبكي لا تفكر ما دام عندك دموع ابكي اذا بداخلك دموع ابكي واذا ما بتبكي تباكر ليله ليله ابو علي ليله الحسين ليله المنحار ليله الراس ليله الصدر ليله يا حسين جمع الصدقات جزاكم الله